أنا واثق من أنكم درستم اللغة والأدب، وأنا واثق من أنكم تعرفون من هو لوركا مثلاً. هل تعرفون من هو فريدريكو غارسيا لوركا؟ تعرفون من هو فريدريكو غارسيا لوركا؟ كاتب. ومن أين هو؟ الأندلس. أجل، وتعرفون من هو خوان رامون خيمينيز، أليس كذلك؟ هل تعرفون؟ أجل. من هو خوان رامون؟ إنه كاتب رواية حماري وأنا. صحيح، ومن أين هو؟ من إقليم الأندلس على ما أظن. من الأندلس، جيد. والآن بما أنكم تعرفون الأدب والكتاب الأندلسيين العظام، لابد أنكم تعرفون ابن حزم، أليس كذلك؟ هل درستم أعمال ابن حزم؟ هل تعرفون من هو ابن حزم؟ لا. لا؟ من أين يبدو لكم من اسمه؟ ربما من فنلندا؟ ابن حزم. هل تعرفون من هو الحاخام موسى بن ميمون؟ هل تعرفون هذا الاسم؟ لا تعرفون من هو ابن ميمون؟ لا. هل درستم الفلسفة؟ لا. لم تدرسوا منها شيء؟ لا. هل تعرفون اسم أرسطو؟ أجل. لكنكم لم تدرسوا الفلسفة؟ لا. هل تعرفون من هو أفلاطون؟ أجل. هل تعرفون القديس توما الأكويني؟ لا. القديس أغسطينوس؟ لا. الطفل يسوع؟ أجل. لكنكم لم تدرسوا الفلسفة. صحيح. هل تعرفون ابن رشد؟ لا. هل تعرفون أفيروس؟ هل يبدو لكم اسماً مألوفاً؟ أجل. نعم، يبدو مألوفاً. أجل. من أين هو؟ من أفريقيا. من أين؟ من أفريقيا. هل قلت من أفريقيا؟ أجل. ولما أفريقيا؟ لا أدري. هل يعرف أحدكم أين ولد ابن رشد الذي نسميه أفيروس؟ في قرطبة. إذن هو؟ إن ولد في قرطبة فهو إذن؟ أندلسي. هو من الأندلس، فكيف قررتم أنه أجنبي؟ بسبب اسمه الغريب. بسبب اسمه الغريب. يبدو وقع الاسم عربياً، أليس كذلك؟ أجل. فإن كان وقع اسمه عربياً فهو بالضرورة؟ عربي. ترون أنه عربي إذن؟ لقد درستم التاريخ، صحيح؟ نعم. ودرستم العصور الوسطى؟ نعم. نعم أم لا؟ نعم. متى بدأت العصور الوسطى؟ هل يعرف أحدكم متى بدأت العصور الوسطى؟ مع انهيار الإمبراطورية الرومانية. ومتى انتهت العصور الوسطى؟ عام 1492. متى؟ مع اكتشاف القارة الأمريكية. في الواقع كلمة اكتشاف غير دقيقة، علينا القول احتلال أو غزو أمريكا. أجل. خلال العصور الوسطى، بدءاً من سقوط الإمبراطورية الرومانية وحتى ما سمي خطأً باكتشاف أمريكا، كم كان عدد الطبقات التي ينقسم إليها المجتمع؟ 3 طبقات، ما هي؟ رجال الدين. رجال الدين. النبلاء. النبلاء والفلاحون. وهكذا لدينا طبقة الملوك والنبلاء وطبقة رجال الدين وطبقة العامة. هل هذا صحيح؟ أجل. أنتم موافقون؟ أجل. كان هذا ينطبق على باريس وبرلين والنمسا في العصور الوسطى، لكنه لم يكن ينطبق على قرطبة أو على الأندلس في العصور الوسطى. ففي قرطبة كانت طبقة النبلاء تتكون من الأمراء والخلفاء والحاشية، وطبقة رجال الدين من الشيوخ والأئمة والحاخامات، وطبقة العامة من الفلاسفة والسياسيين والمثقفين والأطباء والعلماء. هل درستم ذلك؟ لا. طوال 8 قرون كان إقليم الأندلس وشبه الجزيرة الأيبيرية بكاملها تدعى الأندلس، ومنذ ذلك الحين حتى الآن عشنا 3 قرون من الملكية، ولنقل قرناً من الدكتاتورية ثم الديمقراطية، وهنا نجد أن الفترة الأطول هي التي تدعى فيها شبه الجزيرة الأيبيرية بالأندلس. وعندما كان إقليم الأندلس أندلسياً، عندما كان إقليم الأندلس يتميز بنظام سياسي يضم حضارات وأديان مختلفة تتعايش مع بعضها البعض، صحيح؟ هل توافقونني؟ وبما أنها الفترة الأطول فهي التي تدرسونها أكثر، أليس كذلك؟ لا. لا. هي الفترة التي تأخذ الحيز الأكبر في كتب التاريخ التي تدرسونها. لا. واليهود السفارديم
لا تعرفون اليهود سفارديم؟ لا؟ وما هو الاسم الذي أطلق على الأندلسيين المسلمين الذين عاشوا في الأندلس؟ أهم كانوا عرباً؟ كانوا عرباً؟ ومن أصول شمال أفريقية؟ عبد الرحمن الثالث كان عربياً، أليس كذلك؟ ألم يكن عبد الرحمن الثالث عربياً؟ بلى، بالطبع كان عربياً، لأنه ولد في... أين ولد؟ كان من أصل عربي، لأن أبويه كانا عربيين. أبوه كان من قرطبة. أجل، لكن جدته كانت من نافارا أو نبرة. أجداده كانوا إلى أي زمان ينتمي أجداده؟ لا أدري. لا أدري؟ ما هذا المكان؟ إذا جاء أحدهم إلى الأندلس وأنجب ولداً في الأندلس، فهل يظل أجنبياً؟ ما رأيكم؟ لا. لكنكم تقولون إنه كان أجنبياً. لا. هل كان عبد الرحمن الثالث أجنبياً؟ لا، كان من قرطبة، لكنكم قلتم إنه كان عربياً. بما أن أباه كان من قرطبة وجده كان من قرطبة، فهو من؟ إنه من أصل إسباني. أكان أندلسياً؟ أجل. ولما لم تدرسوا ذلك؟ بل درسناه. إذن هل كان خليفة أم أميراً؟ خليفة. وعبد الرحمن الثاني؟ خليفة. متأكدون؟ أجل. لا. هل تستطيعون تعداد قائمة الملوك منذ الملكين الكاثوليكيين فرناندو وإيزابيلا؟ تعرفون من هما الملكين فرناندو وإيزابيلا؟ أجل. وكان هناك ملوك من نافارا، وكانت هناك مقاطعات في برشلونة، وكان هناك ملوك من الشرق، ومع ذلك لا تستطيعون تعداد سلالة الملوك الأندلسيين، ملوككم، الملوك الذين حكموا إقليم الأندلس لأطول فترة من التاريخ، وعلاوة على ذلك تقولون إنهم كانوا أجانب، بل حتى لا تعرفون ماذا كان يدعى أجدادكم، فاليهود منهم كانوا يسمون بالسفارديم، والمسيحيون منهم كانوا يسمون بالمستعربين. لقد مسحوا من ذاكرتكم الفترة الأطول من تاريخ شبه الجزيرة الأيبيرية. لقد بتروها كما بتر الأطباء إصبعاً من يدي، لكنني ما زلت أنا، وعليكم أنتم مسؤولية معرفة من كان أجدادكم. هل هذا مكتوب؟ بالطبع مكتوب. مكتوب هنا وهنا وهنا أيضاً، لكن هنالك مصدر لا يمكن لمسه، وهو اللسان، الكلمة.
فمثلا كلمة خرانة يقول القاموس إنها كلمة مجهولة المصدر، وكلمة خرانة تعني الممنوع، وهي مأخوذة من كلمة حرام العربية. كلمة فرلايس التي تعني اللبس المفرح، يقول القاموس إنها مأخوذة من كلمة فارفالون الفرنسية، بما أن نساء مدينة فيرساي كنا يرتدين ملابس ملونة. لكن هناك كلمتا فرح ولباس العربيتان، فرلايس تعني اللبس المفرح. كلمة فرايا جاءت من كلمة فرح العربية، فلا تخبريني أن كلمة فرايا الأندلسية جاءت من فرنسا، لقد جاءت من كلمة فرح العربية. وكلمة مالفاريو تعني الفرحة السيئة. كل هذه الكلمات يتيمة في القاموس، وأكثر كلمة يتمن فيها هي كلمة فلامينكو التي جاءت من فلاح منكوب، العربية فلاح منكوب. ففي العربية هنالك تعبير من دون كذا، أي يفتقر إلى كذا، ومنه جاءت كلمة مندوندي، وهناك تعبير منكوب، أي يفتقر إلى كل شيء، ليس لديه شيء. وهكذا نرى أنه في البداية لم يكن الفلاح منكوب فناً، بل شخصاً، مزارعاً منبوذاً فقيراً، ولهذا سبب فإن الأهم هو لفظ الكلمة ونطقها. تعلم الأندلسيون اللغة القشتالية مستخدمين الأصوات التي تعودت عليها حناجرهم، فالسين والزاي لدى الأندلسيين هي ذاتها العربية أو الأندلسية، وهذا يفسر الطريقة المختلفة التي نعبر بها نحن الأندلسيين عن أنفسنا. ما الذي يمكن بتره منك كي لا تعودي أنت ذاتك؟ إصبع، يد، ساق، قلب، أي عضو من جسدك؟ الجزء الوحيد الذي يمكن بتره واستئصاله منك كي لا تعودي ذاتك هو ذاكرتك، حينها ستنظرين في المرآة فلا تعرفين نفسك. المصاب بالزهايمر يعرفه الجميع، لكنه لا يعود كما كان، إذ لا يعود قادراً على التعرف على نفسه. وبذات الكيفية ما يحدث لإنسان واحد يحدث لشعب كامل، فهناك شعوب تنظر في المرآة فلا تتعرف على نفسها رغم أن الجميع يعرفونها. الأندلس هكذا، يعرفها الجميع بسبب ذاكرتها الحسية الفريدة، ومع ذلك لا يتعرف الأندلسيون على أنفسهم في المرآة. لكن هذا لا يعني أن الذاكرة ضاعت، هذا هو المفتاح. فأنا لدي يدي اليسرى وذات الخمسة أصابع لتذكرني بأن لليدي خمسة أصابع، وصدقيني رغم البتر ما زلت أشعر بإصبع المبتور في يدي اليمنى، إنه العصب الشبح. ورغم أننا دمرنا، ورغم محاولة تدمير أحجارنا وإلغاء أجدادنا وحرق كتبنا ومخطوطاتنا في ساحة في غرناطة، ورغم محاولة تدمير أدلتنا وبراهيننا، ورغم محاولة بتر واستئصال ذاكرتنا، فما زلنا نتمتع بذاكرتنا الحسية من خلال ما نقوله وما نستنشقه وما نسمعه. هذا هو دليل هويتنا، وهنا كتب تاريخنا.